الأخ عبد الرحمن، أحسن الله إليكم وأحسن إليكم أخ عبد الرحمن، هل تنصحون بحفظ المتون النثرية غير القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا حقيقة أنا أميل دائما إلى حفظ القرآن وحفظ السنة، حفظ القرآن وحفظ السنة. فإن حفظت القرآن وجمعت معه ما تستطيع من حفظ السنة، إن تهيأ لك بعد ذلك أن تحفظ ما شئت فاحفظ.